الشرطة تداهم شقة محمد الترك بعد استدراج دنيا بطملة للإمساك به متلبساً. لن تصدقوا ماذا وجدوا. ما زالت قضية طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك تتصدر اهتمام المتابعين، خصوصاً أنها شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات كبيرة. وقد أعلنت النيابة العامة المغربية عن فتح تحقيقاً مع المنتج محمد الترك بعد أن تقدمت الفنانة دنيا بطمة بشكوى ضده بتهمة خيانته مع فتيات بإحدى الشقق السكنية في مدينة مراكش المغربية. وكان دنيا قد توجهت يوم السبت الفائت لولاية أمن مدينة مراكش التي تعيش فيها حالياً من أجل تقديم شكوى ضد زوجها، وهو ما دفع عناصر الأمن إلى مداهمة الشقة المذكورة دون العثور على أي دليل يثبت خيانة محمد الترك لها. وجاء في الشكوى التي تقدمت فيها دنيا بطمة أنها ضبطته متلبساً بواقعة الخيانة، ما جعلها تتجه إلى السلطات المختصة من أجل تقديم شكوى جديدة ضده بحسب صحيفة هاسبرس المغربية. هذا وكانت رصدت الصحافة المغربية دنيا بطمة لحظة خروجها من ولاية أمل مراكش، إلا أنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح. ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت دنيا بطمة المتابعين خلال الساعات الماضية بتوجيهها رسائل تهديد لعشيقة زوجها. وكتب دنيا بطمة عبر خاصيات الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تدوينة جاء فيها كيف جاتك المغامرة وصال؟ كما حثت دنيا بطمة وصال على إرجاع مسروقاتها التي أخذتها من منزل تواجدت فيه مع عشيقها محمد الترك، حيث كانت تقضي معه ليلة حمراء. ومن ناحية أخرى، كانت أثارت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حالة الترك حالة من الجدل بسبب تعليق غامض عن العوض الجميل والترتيب الإلهي، وهو ما اعتبره الجمهور تعليق على أزمة زوجها السابق المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة. وكتبت منى السابر عبر خاصيات ستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام تدوينة قالت فيها: تحدث المعجزات عندما نؤمن بالعوض الجميل والترتيب الإلهي. وتابعت: وإن الفوضى يليها ترتيب عظيم لا محالة، وإن الخير يكمن في كل شيء حتى وإن كان ظاهره شر، وإن ما خرج كان يجب أن يخرج ليخلي الساحة لما هو قادم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة منى السابر بشكل كبير، واعتبر بعض منهم أن ذلك تعليقا منها على أزمة محمد الترك ودنيا بطمة بعد أول جلسة طلاق بينهما رفعتها الفنانة المغربية ضده.